وكان الهدف من هذه من هذا من هذا التكريم للطواقم الطبية تشجيع مع العمل، وكذلك كان الهدف من تشجيع الملقحين لتشجيع الأساتذة المنتسبين للقطاع للتوافد على وحدة كشف متابعة للتلقيح. نشكر مدير التربية على الالتفاتة الطيبة حيث قام بتكريمنا على مجهوداتنا، وهي ماهيش مجهودات يعني ماهيش مزية منا، ماذا بينا احنا الشعب كامل يتهنى من البلاء هذا. نشارك اليوم في الحملة الوطنية الرابعة للتلقيح، وكلنا وعي وكلنا واعون بمسؤولية وبأهمية التلقيح، وندعو جميع العمال وجميع موظفي قطاع التربية للتلقيح وحماية أنفسهم وذويهم.